هذه مسألة أعلنتها أكثر من مرة وفي أكثر من موقع بأن صحيح أن هناك أزمة اقتصادية، وصحيح بأن هناك انخفاض في أسعار النفط، إلا أن يجب أن نتعامل مع هذه الأزمة ونتعامل مع هذا التحدي باستجابة إيجابية للتعامل مع هذا التحدي. اليوم احنا في الكويت عندنا هذا التحدي، لا أخفيكم سرا يعني، ولكن أرى بأن أي ذهاب وأي مساس إلى جيب المواطن يجب أن تكون مرفوضة من الجميع، ويجب أن تكون مرفوضة من المجلس قبل الحكومة.